اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني. انا النهارده بعمل مكرونه بشاميل، وطبعا بتاخد وقت جامد قوي، يعني ممكن كنت اعمل لكم الفيديو هياخد ساعتين. فانا عصبت اللحمه ايه زي ما انتم شايفين، تمام كده، وسلقت المكرونه وعملت البشاميل بتاعنا اهو، وحطيت عليه كيلو لبن وكوبايه دقيق، تمام كده. وجيت هنا بقى على الصينيه بتاعتي عشان طبعا الارضيه بتاعت المكرونه، ومجهزه معلقتين صلصه وكمان بيضايه وجبنه شيدر وجبنه موتزاريلا. هنعمل ايه بقى؟ هنزل بالايه؟ طبعا انا عملت الارضيه للمكرونه، هنزل بالمكرونه بتاعتي كده اهي في الصينيه. وهنا طبعا انا رصيت الصينيه، هبدا انزل بقى باللحمه المفرومه اللي متقطع عليها فلفل الوان اهو. بصوا الجمال، هي بردت شويه بس هي كان فيها يعني دسم كده وسمنه، انا بحب الحاجات كده بتلمع. بصوا انا بحاول ان انا اخليها يعني تبقى زي الكتاب ما بيقول. بصوا ده نص كيلو لحمه على ربع بصل اهو، عشان طبعا تبقى الصينيه متشبعه وحلوه. بصوا بقى ابدا بقى اوزع الايه الصينيه بتاعتي. طبعا دول كيسين مكرونه المسلوقين، دول كيسين صغننين اهو. انا بحب الاكل يبقى تمام. شايفين شكل الصينيه بعد ما وزعت اللحمه؟ لازم اللحمه تبقى كفايه. وهنا زي ما انتم شايفين انا غلفت المكرونه بتاعتي اهي، غلفتها بالبشاميل زي ما انتم شايفين كده اهو. هاجي بقى على البشاميل اللي فايت ده، هاخده في الطبق كده اهو اللي فيه معلقتين الصلصه، تمام كده. هاخد البشاميل بتاعنا ده وادوبه في المعلقتين الصلصه دول اهو، هحاول ان انا ادوبه كده. وهنزل بالبيضايه، بس بيضايه تكون كبيره اهي، تمام كده اهو. وابدا بقى اقلبهم واديهم التقليبه الصح، تمام كده اهو. هاجي بقى على الفلفل الاسمر بتاعنا. عملت الخلطه بتاعتنا دي، هعمل ايه بقى؟ هجيب الجبنه، شايفين كده. طبعا انا حطيت الصلصه على البشاميل اللي فايض على البيضه، هنزل عليهم بالجبنه الايه الموتزاريلا كده عشان اخبيها جوه الخلطه بتاعت البشاميل والبيض والفلفل الاسمر. الخلطه دي بخبي فيها الجبنه عشان ما تتحرقش. وانزل على وش المكرونه زي ما انتم شايفين كده، هوضحها لكم اكتر اهي. طبعا الجبنه الموتزاريلا بقى هتسيح بس مش هتتحرق. ليه؟ علشان انا عايزه المطه بتاعتها تبقى داخليه، مش تبقى محروقه من على الوش، تمام كده اهو. ابدا بقى اوزع كده عشان ادخلها الفرن. طبعا الفرن لازم يكون قايل اهو، هو طفى ورايا، رحت انا قايلاه تاني اهو. لازم الفرن بتاعنا يكون قايل، تمام كده. خلصنا المكرونه بتاعتنا والجبنه على وشها وكل ده، تمام خلاص. لا معايا بقى الجبنه الرومي المبشوره دي بقى، بتدي طعم وبتدي تقفيله للوش بتاع المكرونه. بصوا اهو، ابدا انزل بقى بالجبنه الرومي المبشوره دي. بصوا مش قادره اقول لكم التكه دي هتعمل في صينيه المكرونه بتاعتك، هتوديها في مكان تاني، تمام كده اهو. اي جبنه عندك بتبقى موجوده يعني قبل ما تبوظ، الحقي بشوريها وحطيها كده على وش المكرونه، وما تفتكري ادعي لي، تمام كده اهو. كده خلصنا المكرونه بتاعتنا، هندخلها الفرن وارجع لكم شكل صينيه المكرونه بعد ما خرجت من الفرن. شايفين الجمال؟ شايفين شكلها حلو ازاي؟ ما شاء الله. حتى بصوا هنا الجنب بتاعها، بصوا اللحمه المفرومه باينه والمكرونه باينه لوحدها طبقات. اتمنى الفكره تعجبكم وتجربوا المكرونه بطريقتي، واشوفكم بخير في الفيديو القادم. الى اللقاء، باي باي، سلام عليكم.